مرحبا بكم، كيف حالكم؟ ماذا كانت القصة الماضية؟ نعم، قد قابلنا الطبيبة ذات القلب الدافئ وأتطلع إلى معرفة الشخص الذي سنقابله اليوم. هل نستمع إلى القصة مباشرة؟ هنا مدرسة، والآن لا يوجد أحد إلا مدرسة لأن الدروس قد انتهت. ما رأيك أن نتكلم مع المدرسة؟ واو، فكرة جيدة. مرحبا بك أيها المدرسة، ماذا يجب أن أفعل لأكون مدرسة؟ لكي تكوني مدرسة يجب أن تدرسي جيدا، ولكن محبة الطلاب مهمة بنفس درجة أهمية الدراسة، لأن الطلاب يمكنهم أن ينمو جيدا بالتأثيرات الإيجابية فقط بالتعليم مع المحبة. لم أكن أعرف، فقد افتكرت أني أستطيع أن أكون مدرسة فقط بعد أن أكون ذكية، ولكن هذا ليس صحيحا. شكرا لك على تعليمي شيئا جيدا أيها المدرسة. هيا نرسم مدرسة المدرسة والبنت.
ونرسم السبورة. واختاروا اللون كما تريدون ولونوا به. أيها المدرسون، كونوا بجانب الأطفال وأرشدوا ليلونوا باللون الذي يريدون بحرية. Thank you.
أصدقائي. يا أعزائي، كيف كانت القصة؟ إن مقابلة مدرس جيد مثلها هي سعادة كبيرة فعلاً. يا أعزائي، إن كان حواليكم مدرس جيد مثلها، تعلموا منه كثيراً، فستشعرون بثراء النفس. وإن لم تقابلوا مدرساً جيداً مثلها بعد، فليس هناك أي مشكلة، لأنكم تستطيعون أن تصبحوا مدرسين جيدين مثلها عندما تكبرون يا أصدقائي. نعم، إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة. سأشجعكم على تحقيق أحلامكم. مع السلامة.